حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان تتباهى بهم الأزمان تتباهى بهم الأزمان بوجوه يكسوها ألق يتراءى فيها الإيمان ونفوس بيض مشرقة قد بارك فيها الرحمن بوجوه يكسوها ألق يتراءى فيها الإيمان ونفوس بيض مشرقة قد بارك فيها الرحمن قد بارك فيها الرحمن قد بارك فيها الرحمن وتشع بهاء فياضا بسنا يزكيه القرآن والحفل الليلة فتان بالشيخ سعود مزدان وتشع بهاء فياضا بسنا يزكيه القرآن والحفل الليلة فتان بالشيخ سعود مزدان بالشيخ سعود مزدان بالشيخ سعود مزدان فإمام البيت يشرفنا وله في أنفسنا شان وله صوت عذب حلو جذاب النبرة رنان فإمام البيت يشرفنا وله في أنفسنا شان وله صوت عذب حلو جذاب النبرة رنان جذاب النبرة رنان جذاب النبرة رنان ولكم يا آبائي شكر جم وعليه العرفان حلقات العودة ميدان يتسابق فيه الفرسان ولكم يا آبائي شكر جم وعليه العرفان حلقات العودة ميدان يتسابق فيه الفرسان يتسابق فيه الفرسان يتسابق فيه الفرسان تجويدا حفظا ترتيلا وتمام الأمر الإتقان والشكر لكل من امتدت يده منكم يا إخوان تجويدا حفظا ترتيلا وتمام الأمر الإتقان والشكر لكل من امتدت يده منكم يا إخوان يده منكم يا إخوان يده منكم يا إخوان فكل سعيد مبتهج إذ أثمر هذا البستان والشكر الأعظم للمولى فهو الواهب والمنان فكل سعيد مبتهج إذ أثمر هذا البستان والشكر الأعظم للمولى فهو الواهب والمنان فالكل سعيد مبتهج إذ أثمر هذا البستان والشكر الأعظم للمولى فهو الواهب والمنان فالكل سعيد مبتهج إذ أثمر هذا البستان والشكر الأعظم للمولى فهو الواهب والمنان